الرشق بالبيض، تقليد سياسي قديم للتعبير عن الاحتجاج، وهو أيضا إشارة على الفساد، وإله تاريخ كبير من فترة حكم الملكة إليزابيث الأولى ببريطانيا. كانوا يرموا البيض الفاسد على الممثلين للاعتراض على أدائهم السيء. طقس رشق البيض انتقل من الفن للسياسة، وآخر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح الرئاسة الفرنسية إيريك زمور اليميني المتطرف، وطبعا المعروف بعدائه للعرب وللمسلمين. مسن عمره 70 سنة، رشق إيريك زمور ببيضة على رأسه لحظة خروجه من سيارته وهو متجه لأحدى فعاليات دعاية لحملته الانتخابية بمدينة موساك جنوب فرنسا. خلونا نشوف الفيديو سوا. خلونا نشوف كيف علقتوا على الموضوع. وأول تعليق معنا من حساب اسمه وي وين بيقول: رغم ارتفاع ثمن البيض مؤخرا، لكن مش خسارة برأس إيريك زمور الشيطان المرشح لرئاسة فرنسا وذو الأصول الجزائرية، متهم مؤخرا بالاعتداء الجنسي على النساء والمجرم اللي يريد إلغاء اسم محمد بفرنسا. تعليق من يوميات مغرد عماني بيقول: مسن فرنسي يكسر بيضة على رأس مرشح الرئاسة الفرنسية العنصري إيريك الذي قال بالأمس: نرحب بالأوكرانيين ولا نرحب بالعرب. تعليق من حسن جنيد بيقول: مسن فرنسي يفاجئ المرشح لرئاسة فرنسا بكسر بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته. إيريك زمور من اليمين المتطرف، قبل أسابيع صرح بأنه فور تسلمه رئاسة فرنسا رح يقوم بفتح سفارة لدى نظام الأسد، وبيرفض شيطنة المجرم بشار، وهو كمان أحد المحرضين والعنصريين ضد اللاجئين. أما آخر تعليق معنا بيقول: إنسان صرح بعنصريته هو على الأقل ليس منافق. إيريك زمور علق على الموضوع وقال: نرى من أي جانب يأتي العنف، وطبعا هون قصده على التيارات السياسية الثانية. إيريك اليميني المتطرف اللي وصف المسلمين بالمنحرفين واللي دافع عن روسيا بغزوها الأخير على أوكرانيا، كما أنه حكى بخطابه الرئاسي عن إنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر وطرد المهاجرين الغير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوروبيين. وأخيراً إيريك مو أول سياسي بيتم رشقه بالبيض بفرنسا. إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي تم رشقه بالبيض مرتين، مرة بعام 2017 لما كان مرشح للرئاسة، وبعام 2021 تعرض للرشق بس بهالمرة بيضة مسلوقة خلال تواجده بمعرض للطعام على يد شاب بيبلغ من العمر 19 عام. هل يا ترى هذا المسن كان محق برمي إيريك زمور بالبيض؟